بحضور فعاليات رسمية دينية بلدية ومدنية وأهالي البلدة وبلدات مجاورة، وقع جوزيف عماد كتابه عندقت بين الماضي والحاضر في قاعة كنيسة مرمرون بالتنسيق والتعاون مع البلدية. بدأ الاحتفال بالنشيد اللبناني، ومن ثم كانت كلمات لكل من الكاتب ورئيس البلدية المهندس عمر مسعود والراهب اللبناني الأب الياس حنا ابن عندقت. من جهته مسعود أثنى على هذا العمل الذي يعكس حب المؤلف لبلدته وشغفه بها. حسيت في هذا الشخص يلي بيحب الضيعة أكثر مني، أول مرة بلاقي شخص بيحب الضيعة أكثر مني. لما طبعنا الكتاب للدكتور جهاد نحن أول مرة وثاني مرة، حاس جوزيف إنه نحن بالبلدية مش بس بنزفة وبنعمل طرقات وجريل، حاس إنه في شيء له علاقة بالثقافة وبتشجيع الناس بالضيعة، فباستحى جرب يقول لي إنه أنا عندي شيء خارج الطبع أو في شيء كتاب أو شيء. قلت له يا جوزيف احنا بندعمك للاخر. واخذت القصه معنا السنه بينما كان جوزيف خلص الاوراق تبعوله طبعناهم. انا كنت عم اقول له للبيرسي مو قبل نتفق. كل شيء عملت مشاريع بالبلديه وحضرنا للنشاطات، هيدا اصعب نشاط مرق على راسي. وانا بدي اقوله انه اكتشفت بجوزيف شخصيه الانسان الطموح اللي بيحب ياكل، عنده غيره، ما بيحب يترك مفاجآت. في شغلة واحدة بس امبارح عملناها هون وقلت له أنا يمكن أكثر منك يا جوزيف، لكن يمكن بتكل على الله أكثر منك شوي صغيرة، مشان هيك ما كثير بعملها، وأنا بعرف قديش أنت قدرت منها. هلا بدي أقول لكم شغلة عن الكتاب. هيدا كتاب أكيد بيختلف عن الكتب يلي طبعناها قبل للدكتور جهاد. هيدا كتاب إحصائي بخبر عن ضيعتنا بكل بساطة، حلو يكون بكل بيت، كل شخص منا بيعرف مين مرق بالأخوية قبل، ولا إذا اسم كان بالكورال، ولا مرق بحياة اللجنة من هون اللجان، وننبسط. حلو يعني إحنا بالضيعة، يعني بهذه الطريقة بنكون عم نقول ميرسي وشكرا لكل الناس اللي مرقوا قبلنا، العمل الاجتماعي والبلدي والعمل بالضيعة باستمرارية، كلنا بنكمل بعضنا. منيح نشوف اسامي الناس يعني من 20 و30 سنة نتذكر كمان طفولتنا، كل هيدي القصص اللي صارت. فكتير حلو هيدا الكتاب، ومثل ما قلت نحن كمان بالبلدية بنشجع كل المبادرات الفردية وكل القصص الفكرية. إذا في حدا كمان بأي مجال هو بيبرع منا، جاهزين كبلدية لحتى ندعمه. كما وتطرق إلى أهمية ارتباط عندقت بالمؤسسة العسكرية وحب أهل البلدة ودعمهم للجيش اللبناني. نحن بعندقت ولائنا للمؤسسة العسكرية، نحن مع الجيش بغض النظر عن الأسامي والأشخاص، كنا مع الجيش ونحن هلا مع الجيش ورح نبقى مع الجيش لحد كتافنا بعندقت بعكار ورا هيدي المؤسسة. ونحن ما أخذنا حقنا غير بالجيش. خليني أحكي عن عندقت، ما عندنا لا مدير عام، ما عندنا ولا موظفة أولى بالدولة. نحن ننبسط وقت أقول إنه في من عندنا 50-60 ضابط أو في 10-15 عميد بالجيش بالخدمة، نحن بنحس حالنا بهيدي المؤسسة فئة أولى، بنحس حالنا محترمين، عم ناخذ حقنا، بينما نحن برات هيدي المؤسسة ما بنحس حالنا أبداً عم ناخذ حقنا. مشان هيك نحن بعندقت ندعم المؤسسة العسكرية، ونحن حتى بالبلدية شو ما عم يطلب منا الجيش عم نساعد. الأب الياس حنا اعتبر أن الكتاب عمل توثيقي وهو تمرد الذاكرة على النسيان. في غياب المؤسسة يغيب الوطن. جوزيف عماد الصديق يطل في هذا الزمن التعيس ليقول كلمة أو كلمة في المؤسسة. 4 كلمات تأملت بها واستخلصتها من هذا الكتاب. كلمة أولى: هذا الكتاب هو ذاكرة. قلبوا الكتاب تجدون فيه أرضكم وأجدادكم. تعامل الكاتب بذكاء ثائر مع
مع نقمة النسيان، فجعل مما طوته الأيام ينطوي بكلمات وصور في كتاب، حول التراب إلى حبر وورق، وهو يقدم الحبر والورق على كالخبز على طبق تتغذى منه العين والعقل والقلب. من يفتح الكتاب يفتح الكتاب قلبه. كلمة ثانية، تراث. الكتاب يحاكي الماضي ويستنبطه، لكنه يجادل الحاضر ويبكته أن يستيقظ من ثباتك، من ثباتك، فعندك وعكار ولبنان بحاجة إليك. كلمة ثالثة، سياسة. قد تستغربني، أبى الكاتب إلا أن يكتب عن المؤسسة في عندك، وكان نعم الاختيار. الكتاب تمكين لمن يمارس السياسة اليوم. السياسة ليست مزاجا ولا إرثا ولا زعامة ولا كرسيا يجلس عليه من يتعبون من الناس ليرتاحوا على حساب الناس. كلمة رابعة وأخيرة، عبرة. أولى أن عندك الباقية لأنها كانت وها هي تنمو وتكبر بناسها وبيوتها، وتبى أن تتنازل عن مكانها وزمانها وناسها. عبرة ثانية، عندك مؤسسة. نعم مؤسسة، وممنوع أن تتنازل عن هذا الحق في ميادين الدين والثقافة والاقتصاد والإدارة. وكما قال الصديق جوزيف، لنا مؤسسة يرأسها من أبناء المؤسسة، تمارس مؤسسة كمؤسسة في عندنا. كلمة الكاتب تحدثت عن مضمون الكتاب ودوافع كتابته. أجمل ما في الدنيا بلدتي، وأجمل ما في بلدتي الطبيعة، وأجمل ما في الطبيعة المناظر الخلابة، الهدوء والاتحاد مع الله. يا رب أعطنا نعمة الحفاظ على بلدتنا واحميها من جميع الحرائق. عندقت فوق كل اعتبار، عندقت لها علينا وليس لنا عليها شيئا. مهما اختلفنا مع بعضنا بالآراء، لكننا نتفق جميعا على خدمة بلدتنا وإعلاء شأنها في كافة الميادين. ستبقينا يا عندك شامخة كما كنت سابقا عبر العصور. هذا العمل هو الأول من نوعه. صحيح أنه يخص عندك أولا، لكنه أيضا يعنى بالأصدقاء المدعومين من خارج عندك، ربما استطاعوا الهداية منه في بلداته. أخذ العمل في هذا الكتاب جهدا ووقتا كافيا من أجل توصيل المعلومات، خاصة أننا نفتقر في بعض المؤسسات إلى أرشيف نوصل المعلومات. وشكر في كلمته كل من ساهم في إخراج هذا العمل إلى النور. تخلل حفل التوقيع فقرة فنية كانت بتوقيع من بعض شبيبة عندقت والقبيات الموسيقيين بإدارة وإشراف جمعية مار منصور عندقت، كما أوضحت السيدة أليس الطوف مسؤولة الجمعية. Thank you.
محمد تم عرض لتقرير صغير عن البلدة بجمالاتها. إنه المكان الذي تبدأ به خريطة لبنان ويقف عنده الزمان وقفة تهيب وجمال. إنها العين التي دقت عند قط لتستأذنك برؤية الجمال، وذاقت وذاقت طعمه فانفتحت عليه كما غمره هو جبالا تلالا مرتفعات وسهولة تلونت فيها الطبيعة وتنوعت، فمن سهولها الممتلئة خضراراً في فصل الربيع وذهباً أصفر في بداية الصيف، تعرف أن على بيادرها الخير وفي أهلها الكرم وفي عصافيرها النغم. اختصرت الجمال الذي تلخص على أقدام جبالها وتوجها وادي عدين بالقداسة، والذي تلون امتداده بالأديرة القديمة، فكان دير مارليان ودير مرسابة مع دير مارلياس ليحكي قصة قداسة تسلحت بها وتزنرت على مدار السنين. في كل مرتفع وتل وسهل، كنيسة أو مزارا أو مكان علم ومنارة أو قلعة صمود، إنها منبع العلم، مقلع الأبطال بمدارسها القديمة قدم النور وثكنتها العسكرية التي خرجت آلاف الأبطال. احكي لي احكي لي عن بلدي، احكي لي يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. عندقت هي شخصيتي، هي هويتي. أنا بحب ضيعتي كتير من الصغر، واشتغلت وضحيت كتير حتى نعلي اسم عندقت لفوق أكتر من هو عالي. يصعب اختصار الكون بجمالاته، ولكن اختصرته الدنيا باسم أجمل بقاعها عندقت. يا نسيم اللي مارق على أرض الغار حلفتك. عنوان عندقت بين الماضي والحاضر، تعرف الجيل الجديد على اللي سبقهم، كل ضيعة إلى ماضي. عندقت بين الماضي والحاضر عمل إبداعي لباكورة أعمال جوزيف عماد، يوثق حكاية ضيعة بأهلها وناسها، بمؤسساتها الرسمية البلدية والإنسانية، بكنائسها ولجان أوقافها. عمل يحمل الماضي لأجيال الحاضر لعلهم يرسمون مستقبلاً لا يقل ازدهاراً عما أودعه الرب بين أيديهم من كنوز وحافظ عليه الأباء والأجداد. كل عمل وبلدتنا المنسية تتألق جمالاً نشاطاً ومحبة.